تدخل المملكة مرحلة جديدة من المشاريع التطويرية الضخمة التي تتزامن مع رؤية المملكة 2030، مما يحفز العديد من القطاعات ومنها قطاع التشييد والبناء، والتي تسعى الرؤية من خلالها إلى إعادة صياغة الفرص الاستثمارية غير المستغلة فيه. معرض البناء السعودي في دورته 28، والذي يجمع أكثر من 520 شركة محلية وإقليمية من 30 دولة، والذي جاء بعنوان التحديات والفرص المتاحة للمشاريع التنموية الضخمة في المملكة العربية السعودية. المعرض يعتبر أرضاً خصبة لاستكشاف أحدث حلول البناء والتشييد، إضافة إلى إبراز المستوى التقني في القطاع. حقيقة احنا معرضنا يحكي عن مجال البناء بشكل عام، من الخرسانة إلى التبليط إلى أمور التشطيب بشكل عام، construction بشكل عام. عندنا الآن الحمد لله كذا دولة مشاركة، 30 دولة مشاركة و500 in total، وبالنسبة للأجنحة الجاية من الدول الأخرى 17 جناح موجود الآن في المعرض. يشكل المعرض في الأعوام السابقة أكبر تجمع للشركات الرائدة في المنطقة، والذي يسعى إلى إبراز سبل الاستفادة من الفرص الهائلة للأعمال والاستثمارات المتاحة في القطاع، إضافة إلى إبراز التقنيات الحديثة فيه. الحمد لله، يعني النهضة اللي تشهدها البلد قد تنتقل، موجودة وما زالت لله الحمد، ولكنها تنتقل من سكتور لسكتور برضو تتنوع. يعني الآن أنا أقول لك أنه جتنا فترة نشاط بالجامعات والمستشفيات وذي، حتى وصلنا إلى مرحلة تقريبا اكتفاء. الآن انتقلنا إلى نشاط شديد وعليه كثافة، منها مثلا الفنادق. الآن عليها طلب، المستشفيات برضو الآن قاعدين على القطاع الخاص، على المباني الاستثمارية الآن القطاع الخاص، المجمعات، المولات، الأشياء هذه. يعني أنا أتوقع أنه في سكتور معين يهدي أو يهدأ فيها الطلب على الخدمة والاستثمار فيها، يظهر سكتور قطاع ثاني يصير فيه الطلب أعلى وأعلى وأكثر. يتزامن معرض البناء السعودي مع المعرض التجاري الدولي 19 لتقنيات الحجر ومعدات تصنيع الأحجار، إضافة إلى المعرض الدولي للمعدات الثقيلة وآليات ومركبات البناء، والذي يشمل القطاعات المرتبطة فيه. العديد من الفرص والتقنيات المتطورة في هذا القطاع، الذي يشهد نموًا ملحوظًا في ظل المشاريع المستقبلية لرؤية المملكة 2030. مشان فعل إخبارية الرياض.